بأهم حاجة هقدمها إن هي صاحبة الفستان الكنبة اللي قدمه باسم يوسف في مهرجان دبي، أول كنبة الأوبيسون ناهد السباعي. اهو ادي الفستان الكنبه انا وباسم. يعني الناس ما اتكلمتش على الفيلم الحلو اللي انت مشاركه فيه، اتكلمت عشان باسم اتريق على الفستان بتاعي. باسم عمل لي شغل الفستان جامد. ميرسي. طب هو انا عايزه افهم، هو كان بيتريق عليك ولا بيصيطك؟ والله مش عارفه، بس هو كان عاجبه الفستان جدا، وقبل ما نخش على ريد كاربت قال لي ممكن اطلب طلب. اتفضل. قال لي ممكن اتريق على الفستان ده قوي؟ لا مؤدب. قلت له ماشي. قال لي بصي كل برنامج هتصوريه هنروح نتريق على الفستان. قلت له ماشي اوكي. فعملنا الصوره دي وانا بعمل كده، هو يعني عملنا شكل يعني، بس كانت حاجه لطيفه يعني. بس هو فستان حلو، انا ما اعرفش. هو عجبه يعني. على فكره هو عجبه جدا. هو بصي على الكلام كله كاتب بهزر طبعا، الفستان رائع، تصميم كوجا. هو صحيح شبه الجبلان بتاع صالونات اهالينا صح ولا ايه يا استاذه مريم؟ ما كانش عندنا. لا بس انا بحب اطلع بحاجه مختلفه، ما اعرفش. لا لا هو فستان جميل عجب. والاحلى بقى هو الفيلم اللي مشارك في المهرجان اللي اكيد هنتكلم عنه. اهلا بيكي يا نهى. اهلا بيكي.